برد جميل برد استعمل شوية فقط من السلام حسب توجيهات معالي وزيرة الهجرة والمهجرين وتوجيهات السيد مدير عام دائرة شؤون الفروع تقرر أن يكون الدوام في دائرة الهجرة محافظة نينوى 50% للموظفين. نرجو من المراجعين الكرام الالتزام بالتعليمات الصحية من لبس الكمامات وارتداء القفازات حفاظاً على سلامتهم. نستقبل جميع فئة عناية الوزارة. بالنسبة للعائدين يتم استقبال العائدين من المحافظات والمخيمات وإكمال معاملتهم، وبعدها يتم رفع أساميهم إلى مقر الوزارة لغرض حصولهم على التخصيصات المالية. حاليا شو التوزيعات التي تقوم بها للعودة للعائدين أو المخيمات؟ تقوم دائرتنا بتوزيع مساعدات على العائدين والنازحين في المخيمات. ما اكو اجراءات صحيحه من المكتب اللي موجود مثلا بدهوك. هسه انا صار لي 8 اشهر ضبط من سويت كتاب العوده. كتاب العوده لحد الان انا ما مستلمه. جيت برمضان الاضباره ما موجوده منتهيه منه. الاجراء لازم اشهر يكون. الإجراء لازم شوية نتخلص من هذا الروتين، يعني يجوز المشكلة ما هنا من الموظف، المشكلة هي من الروتين، الموظف يمشي سياق الروتين. المفروض دائرة الهجرة والمهجرين يكون عنده تواصل مع التموينية، يكون عنده تواصل مع الجهات من خلال تنسيق. نحن ماكو تنسيق، يعني أي نعم نحن ما يعطونا مواد كثيرة وهم 3 أصناف، ولكن هالساعة أنا صار لي من هذيك السنة ما مستلم أرزاق. خوش كلام؟ قد يكون أنا أقدر أعيش نفسي، ولكن هو اللي كان نازح وترك أهله وناسه ورجع خسران بيته ورزقه وكذا، وصار له 7-8 أشهر ما يستلم مواد. صار 4-5 أشهر. والله على المدى المعاملة. اي على مود المنحه. اي والله عندي ايتام وما عندي شيء يعني اقدم لهم. بس مساعده يهمين. ناس حسن شام الاولى اي. الله 7 أشهر بحسن شام. عندك معامله؟ مال نازحين عوده سويت اني. سويت عوده؟ اي الحمد لله. والله خلف الله اول مره بحياتي يعني ما سويت هيك معامله. سويت الحمد لله بالاستخبارات بالقائم قامية بالمختار كله كملت الحمد لله جبته هنا واسرع معامله سويته. اكو روتين يعني لا 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 الحمد لله سويته كملته كامل. شلون؟ لا لا كل ازدحام ماكو الحمد لله. شلون وضعكم حاليا؟ حيل زين الحمد لله.